ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواصل بمحافظة سوهاج للأسبوع الثاني أعمال البرنامج التدريبي ابدأ حياة. يأتي البرنامج بمشاركة المبادرة الرئاسية مع مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة سوهاج، وتم تجهيز كافة الخدمات المقررة طبقا للبرنامج الذي يهدف لتدريب وتأهيل عدد من الشباب بجميع مراكز المحافظة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية.